الجزء الثاني راح مرة أخرى بنادرة لملوم. مرحبا صحة شريفتك ندو. اسكو الرجل التونسي يعاون مرته في الدار ولا لا في رمضان؟ إجابة مش من عندكم بعد جاوبوا انتم قبل نشوفوا التقرير التالي. كراجلك في رمضان يعاونك ولا في الكوجينة؟ لا قلقك انت الحكاية ذي ولا تقلقش خاطر من الاول ما يعاونيش. يعاون شوي شوي كل شيء يعملوه كل شيء بريف بالرسم طاوله كل شيء. ولي على عكس رجال التوينسا حق عمل في كل شيء يعمل كل شيء كل شيء يغسل المعون يعمل في كل شيء. لا والله والله نحكي بالرسم فجيتو نو جمله بالكل حتى شويه لي يا حتى شويه عارفيه كلك هاو حط يده في الكوجينه لي مستحيل شرقي كيفاش حط يدي في الكوجينه هاك عندنا رجال عندنا طعام. لا يا راجلي ما عاونيش جمله وانت في الكوجينه لا لا ما يعاونكش لا 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 احنا عائله كامله نتعاونوا مع بعضنا. انا راجلك يعاونك في الكوجينه انت ما حتى بنتي راجلها يعاونها يعاون كل راجل يعاون طو. لا لا ما يعاونش وعليه خاطر يخدم ما نجمش يدخل يقضي ديريك الجدد يعاونوا عاد تو رجال الجدد يمسحوا ويسايقوا وزيد يكوشوا للبيبي يتكلم تعطيه كف اعطيه قدم لي لا القدم ياكل تاكل هي مش هو المسيو معناها كان يروح يلقاك ماكش محضر العشاء تاكل على راسك ذوك ياكل على راس يعطيني تريحه بالكرفاش. راجلي مسكين عمره 74 سنه ما يعاونكش قبل كي كان بصحته ما يعاونكش اللي يعاون فيا يرحم والدي طو ما يعاونكش طو لا وانا نكل في الكل انا نطيب انا نغسل انا ننظف انا كل شيء في ياكلوا منا يوخروا منا يمشي للقهوه الراجل ياكل ويوخر التالي لا يعاون لا شيء جمله النساء 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 الله يعيش النساء 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 الله يعيش هذا كله تحب تحكي نعرف كلكم تحبوا تحكي لا تحية فل صغير لذور أكثر من سامي الفاري في الحوار هذاك رأي كاميرا موجود ديما باه اسكو الرجل التونسي يعاون مرته ولا نبدا من ميغالو هذا واش عليكم دوره بالليل يجاوب حد بلاصته واحد كل واحد يجاوب رايه ميغالو تعاون مدام في الدار ولا باغي ما نافق في رمضان في رمضان نعاون فاش تعاون نشق فتري والله ما ولا ديما هناك ما شنوش نعمل نعاونها خاطر ما هو تقعد الماكله في المعوم باش تقعد تحط فيها في البوباش تعمل ديما نقول لها اقرا لي حسابي ماشي نصورك باش نهز معايا كان خلطت بها انا الماكله خلطت نود بها شكون نروح لها بالمعون نظيف ما باش نغسل المعون وقاعد كذب على ربي ما تغسلش ما تعملش لا لا ديما نعملهم كل الافلام نهز صحن ماشي لافابو واحد يتلف تقول لي واش تعمل مش نغسل تقول لي اقعد سافا سافا خاطر بلبزه وما سخون وخوذه وتعرفني انا قالوا قالكم ما يعاونش مصدقين ولا صدقين صدقين اي اي البرجوازية نعرفوكم عملنا ثورة خلوها تحت حشيك وش انت عنا عائلة خلوها تحت خلوها تربيت في عائله بابا واخواتي الحقيقه ما يخلوش المعاون وكل ميكي يكمل من الماكله يهز صحنه للكوجينه يعاون في حطان الطاوله بس عليهم نفطر بيت اخرى على الكوجينه نفطر ونرقدوا غادي كل مره والله بدنا قاعدين الكوكوت على الكوجينه بلوز امبورتون اي لو بلوز امبورتون سي تخيل نحكي كلمه نبلاسي كلمه صح عليكم تفطروا في بيت ترقدوا في بيت تفطروا في بيت الكلب عنده بيت عنده سبعه كلاب والله ثور الكلب عنده بيت ميجان وجوه
لا عنده ما كان داعك المسلسلات لتراك عرفتهم كتابنا من هنا الغديك يتعدى الزيتونة ولا معلوش ولا هاي هاي الولاد اسمع خلي ما عيب ما تخليوش يجم الراجل يعاون حتى بالميكل بالكلمة الباهية معناتها يقول مثلا بابا يقول لهم يعطيك الصحة وكل شيء بنين حتى ساعات يبدا يقسم له كل شيء يقول يعطيك الصحة ربي يخليك كل ابتسامة وكل كلمة الباهية أما المرأة إذا ما تعرف تخاوش كما ريكا أنت قشرة البطاطا لا لا يا عيل ولاد لا 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 الراجل يعاون بالكلمة الطيبة ما عنديش راجل ما عنديش راجل عزباء عزباء صحة علينا والله صحة علينا عزباء عزباء عزبته في رمضان باهي فهم انت ثاني فهمتك يا مينا انا فهمتك وفهمت الجميع وانا انا والله نشق فتره في دار مماتي دوجا بالمناسبه الحياه ما نعاونش ساعات نعاون والله ساعات نعاون والله يعاون في دار سامي يمشي لسكر برافو امون امين التاسكت عليه مش نورمال يعاون في دار سامي انا والله باش نحكي بوسك انا مانيش متزوجه باش نحكي بامور جديه اسكت ليه على يجيب علينا امور جديده تعرس بلا اسمع احكي ببالي ماسك ليه نحكي بمعني ابي والله انا نحب اقدم تحيه بالمناسبه هذه البابا قولي علاش علاش خاطر بابا من اللي احنا صغار تبدا امي مريضه ولا رمضان ولا حاجه قصها من بالله يعاونها ويقف معاها على الاخر انت بابا ويا بابا انت بابا ويا بابا والله محليه والله تحيه امان الاولاد خلاص مو بعضنا الاولاد هاي دونك بابا يعاون والكل اعطاني نظره اللي الراجل يلزم يعاون مرته في الدار وذي معناها مش عيب انه الراجل يدخل الكوجينه ينظف يلم هاي المراه تخدم البرا وتجيب في الفلوس انت عزبه هكا ولا لا ايش يهمك برافو برافو حنان تحيه للمراه باه هاي نيه النيه موجوده مش نحكي بصدقة النية موجودة دونك ليلى انت والجو معناها ساعات يبدا في صحن وهكا يحب راجلي نحكي على راجلي وباش نحكي على بابا زيدا هذه حاجة ثاني حاجة ساعات انا ماذا بيا لي على خاطر في بلاصة اللي عاوني نولي انا بعد نتعب يولي مش كل شيء محطوط في بلاصته مش كيما انا نحب فهمت سورتو كي تبدا هكا عندك قواعد هكا سورتو مي بابا باغ اكزومبل زيدا والله الحقيقه بون مش يغسل المعون لكن يحاول ديما بالجهد اللي نجم عرفت يحط مع نطه ولا مع ونقول حاجه للتوينسا كون راهي تربيه من الصغرى اذا كان بالحق الصغير اللي ما تعلموش الوليد يعمل على روحه راهو يتعب نهار اخر ينجم يقرا البرا ينجم يبعد ينجم يخدم هذا شوين يقرا برا انت كمشي الكتاب ليه بالحق معناها يتعلموا انه يكون اوتونوم واق باه اي خاول تقبل انه راجلك اللي مش موجود بالله راجلك كم هي حد صوت ما عارزه بلاش شعو هو ما خلط للطاوله اللافابو تقاسين يعيدوا مازال فيش ثلاث سنين بالسيروم تبدا وراها بالسيروم هكا زدت الاشكال سيبون طبيعه الدار وتحته ومزال والله ما نعاون بف والله باش مات باش مات والله مش يعاون مسكين يا ربي بس نعطيك جمله خاطر احنا تو في شر فضيل لازمني نسامحك نسمع وانت حول اكبر منك لا ما سمعتنيش ما سمعتنيش بالقرياج اللي لبسته على اذنها نحي نحي تسمعنا حطبت لنا حليت لا لا ما انا تو بالحق ما عنديش راجل اما في الايامات اللي كنت فيهم معرسه ما يعاونش بكل حتى مش تونسي ما يعاونش ماهوش تونسي ما يعاونش جملة هو يصرف تي نحي كلاسته بربي كلاسته ما يعمل حتى لا لا في رمضان بلا خلينا نحكي شو الرسالة اللي نسيبته كان تسمع فينا سويسرا يتفرج فيها لا لا بالحق ما يعمل حتى شيء لا ما لي ما يعملش حتى شيء في الطاولة ما يجيبش شكر هو اي بختون تبدا فما حاجة هكا هكا اللي باش يحاذ كان عندنا ضيف ولا حاجة وقتها يقوم يولي حاذق وكل وخويا والله نوجه له تحيه من هون يعاوننا في الدار خويا هما اللي قعدوا لنا في الاخر هاي هاي تعالوا لي بعد هاي بعلوش هاي تعاون انا نعاون خويا فاش تعاون بسكيتي لا انا ما نعاونش خويا باش نبدا واضحين انا ديما راقد تفهم فيا ولا لا سينا خويا الوالده ربي يفضلها لي ولا اختي طيب ولا خالتي يرحم والدين والديهم العائله مبح بحيني هذا تاكل وتمشي كذا فبني انا ناكل غلا وسب الملا ديما كيكا معروف فهمتني ولا لا سينا يا خويا تحيه للمراه مراه لوبيا مراه كعاب نعم بوزينكم محلات اي باي ليه راهو شوف مش صحيح راهو الراجل التونسي عموما ما يعاونش المراه علاش على خاطر ما تربيش في عائله وفي بيئه وفي عقليه يعلموهم اللي
وهني صغار اللي مفرشوا مثلا والا يسحنوا ولا ولم كي عرس ولدها تقتس يعاون فيها زعما يعاون هو يقول له شبيك تعاون كان يعاون يا ناري على ولدي يغسل في الماعون يا ناري على ولدي ولا كان معز مدلل كان باز وكان مدلل في دار ابوه فوالا هذه هي العقليه ساعه حتى تبدل العقليه وقتها نوليو نلوموا على الراجل نقولوا له علاش ماكش تعاون واه تخدم برا وتجي في سي بون بعد ما عملنا التوب انت امين تعاونوا يا سامي امين امين جاوب حتى انت على الاقل منظم ولا تهز صحنك بعد ما تاكل ولا احكي لنا اش تعمل نعاون ياكل في الجتاب اللي ياكل في الدار اش تعاون تكذب تكذب اش تعاون نجاوب ايه بيان سور نكذب لا 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 انا ماني مانيش معناتها لازم نكون الديفو وانا صريح مع روحي ما عنديش لا مع المسح لا مع التطيب لا مع حد شيء اما نجم نعاون ثاني قضيه من برا نشريها باش نروح بها للدار كان حبيبي اما باش نحصل معاون حاجه الحق معناتها مش نتاعك لا لا نجم نكون غلط راه مانيش معاون امين لا لا ما عمرك ما خسرت المعاون شفتوا يبدا الماء سخون هابط وامين يعيط شاهد عليك شاهد على العصر شاهد طيب هل تعرف مخصوص المعون؟ كيف هل تسايد؟ تجابه إجابة ديك تجابه يبدأ قاعد قدامك اللي فيه في الواحد في الكوجينة وكل ما هابط صخور نار 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 يتسابل وبعد يخرج هاكا عندي فيديوهات عندي الموضوع اسمع بما انه الاولاد 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 بصراحه بما انه انت ما تعاونش وانت ما تعاونش وطارق انت ما تعاونش زاد كيف كيف نعرفك علاش لا باش نعرس لكم اي بيان سور باش نعرس لكم مش معرسين اما سي باش نقترح عليكم جو ممتاز على الاخر شكون اللي يغسل معون خير فيكم ثلاثه جيبونا توت سويت في لا على طول باه بما انه بما انه باش نشوف مش لازم نشوف مش لازم نشوف غسل المعون لا غسل المعون لا غسل المعون باه بما انه نسحقوا جوري من عنصر احلى جوري النسائي دونك نادر الملوم يجي بحذايا ندو انت باش تكون هي رئيسة الجلسة دونك هي رئيسة الجلسة فين المساعدة بجاه ربي باه نادر اش كيفاه اجا جوست احنا نتفرجوا فيهم على جنب من هنا خلينا نشوفوهم شو يعملوا باه من هون الزوز اللي باش يلعبوا باش يغسلوا المعون بعد عملية الزيت تحب تجرب ولا بيان سور لا الزوز لا والله نجرب هاي شعملوا الزوز هي لعبة ميغال وبعلوش ميغال هاي ميغال وزياد هاي ميغال وزياد ريت ماو ميغال وزياد هاي عبد الحق واحد ما غادي واحد منا شوية عشان حضركم كل نوف باهي حطوا كل حاجة باهي بس يا ميغا لحظة دخلك يا ميغا لحظة دخلك يا ميغا أنا باش نعطيكم قانون اللعبة أيوة قانون اللعبة اللعبة بالقانون أي بيان سور يلزم ما يتحسب صحن كامل الا ما تغسلوا الصحن ومشلل ومحطوط قدامكم دونك نصحنا والمغارف والسكاكن والفراقط والشاي والشيخات باهي لحظه قبل ما تبداو جوست نادره معناتها على التكنيك نتاع الغسيله زدت تعطي نوت لا 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 بعد نوت كامله نوت كل شيء فيه تكنيك شي تشد الصحن دونك عندكم ثقتين في يدكم ولا تعرفش شكون يكمل الاولين لا 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 امين الصحن هون اي نظيف ومحطوط قدام لازم معاونه كل نظيف ومحطوط قدام قانون اللعبه اغزل عامو فيسبر 3 2 1 تو يلا ميجا صحيح ضفرك ميجا يلا يلا ميجا بتكسر ميجا بتكسر ميجا بتكسر بشويه اقعد اقعد حنان نادر قول لها شكون ربح زيد اعمل الصحنه دي والله الحقيقه حتى واحد ما ربح علاه واحد بلباز برشا
ما نعرفش عاد عليه. اذا كان حاجه تربي على غالب. والله حاجه تربي والله. تحب سور 10 بون خلينا نقولوا 4 سور 10 و 2 سور 10. باه باه مش خايف ما عندوش لا موين. راه معناتها اللي قالوا على الدزه هذه كانت كامله كي ما عادش فما عمر. لا ما عادش فما. تصفيق على المين. هو خير شوية. نرجع. وي فازي فازي وخيتي بعد الفوضى اللي عملوا هنا هنا في الفوضى في كوجين الدار وما هوش حر. اللي قالوا اسمع اسمع. دار يعاون في الدار. دار يغسل في المعون في الدار ومرته معناها جايبت له الثنيه ما نجمش يكسر حتى سحنجر هنا يفرغ قلبه. هاو نحكي لك الرسمي. اي نعرفهم عندهم مقدم. اي مقدم خرج مش انت. في دارك. مش يا اسف تضرب فيك تكلم تكلم نحن تضرب فيك ايش عملك في الليل؟ لا كان بعد نصف الليل باش يردونا لا هي ادخلي باريز كل الليل نعطيها يا ميكا يا عسل اه يا جماعه لوطون اللي لموا جونا وشيخاتنا حضر لك باش تمسح من بعد في البلاتو لوطون اللي لموا جونا وشيخاتنا هنا في البلاتو برافو ميقالو حاذق حاذق خويا عايشك عايشك نار 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 ميقالو كون كون ونذكركم يا جماعه اللي سهرين انت انا راهو نحليو على الاخر برك بلي شكون ياكل الاولاد؟ اي جبانه الحمد لله لحظه 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 حمد لله جوهره غياب جوهره غياب لحظه بالرسمي حاجه بدينا على الاخر مع جوهره يعطيهم الصحه جوهره تصفيقه كبيره برشا على جوهره لنديس الثاني ميقال وقال لكم امبارح كانت فرشت في حلقه البارح الحلقه ذات تصور بعض السحور دونك تحب فازي كول وانت شربت ميقال قبل كيف كنت؟ ايه هو خلص استغفر الله تون سويت نحكيو على عمره مع تونيزي بوكينغ تونيزي بوكينغ رمضان كامل ان شاء الله مبروك سعيد بعمره تهداها للعزيزه عليك الوالده الوالد على اللي تحبه وتنجم تمشي انت دونك يكفي انك تشارك معنا مع تونيزي بوكينغ ان شاء الله يا ربي تكونوا من الفايزين دونك نستقبلوا معنا اليوم دو كونديدا اللي هما الفا بن حميده مرحبا يا الفا وغيف الجبالي مرحبا غيف دونك ألفا 29 سنة من أوتيك تخدم في شركة خاصة كونتابل إن شاء الله يا ربي بالتوفيق وإن شاء الله العمرة لشكون باش تهداه؟ بابا الله يرحمه دونك نعم قلت لك بابا الله يرحمه دونك بعده أغلى إنسان هي أمي دونك تهداه الوالدة إن شاء الله ربي يفضلها لك وإن شاء الله يا ربي يكون من نصيبها جنوب الشرعية بعد كي تجاوب ما تحشمش اكبسي بعد لا هي اسمع شو أنا نفهمها تصور أول مرة تجي في بلاتو مع مع الرهوط مع جنون مع خويك رانا خويك انت والله لا اقصد مع الاخوه مع الاصدقاء مع الاصدقاء غير توك يضحك شيء خذ حاجه غير حاجه لا لا حاشيكم انتم بيان سور هذا اللي عملته كي مع الرهوط مذكر دخلها خوله يا اسمع اختي الغاليه بالله لحظه ما نسمعوا بعض اختي الغاليه ركز مليح ان شاء الله يا ربي اجاباتك صحيحه وان شاء الله يا ربي تربح دونك نعرف انت تلقى روحك حاشمه هكا في بلاتو نتاع تيلي وكل دونك ان شاء الله يا ربي بالتوفيق باش صديقي الغالي جوست ما راهوش كانت نجم تحينا كاسكيت دونك هنا باش تلعب ضد غيث 24 سنه مرحبا يا غيث من المحمديه احلى تحيه لحظه محمديه عمل عملك راح كاسكيت عمل واحد محمديه دونك تربح العمر شكون باش تهداه بابا والام ان شاء الله الوالد ولا الوالد اي يختار لي من توا تراها لا ما الوالد ولا الوالد شكون اللي تعب في رمضان يطيب ويغسل الوالد الوالده ولا الوالد الوالد اعطينا الوالد مالها مادام مغامر يلحق الكاسكيت الوالد 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 ميساج الوالد شوف قاعد يبرد ميمتك يا غايه الوالد ولا الوالده ما يعرفش شو نعرف نعرف شو مش سهل صحيح اللي يلعب خير هو اللي يربح اي نبدا منك انت للا يا الفا شكون باش تحب تلعب اختار الكرونيكور اللي تحب عليه ابار ميقالو او كان يلعبوا البارح ما يلعبوش ابار ميقالو ابار باي البارح انت دونك ابار ميقالو باي مش غايب خسروه غايب باش ما يعملش مشاكل في داره بينو بوبو اختار شكون لا 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 فوالا اللي لعبوا البارح لا هيا برك اختار فصلت هذوك متساوي قولوا كبش كبش قولوا ميقالو يا باي كبش كبش شكون؟ كل شيء وجعتني وخي حنان شكرا يا يجي حنان اي كرونو عند حنان لا اله الا الله دقيقة اي حنان لف يا ربي هاني جاي ما اسمع لحظة مين وصاها ما 3 2 1 سي بون اي حنان بلاستيك هاك
لا استنى ساعة استنى عاد والله حنين شو موصلها وشو مرجعها كيما الراجل الكبير شكون تحب تبدل؟ قالت تحب تبدل زيد قالت تبدل زيد ايه تعرف واش يختاروا سامحني حنين ما خاطرش يا ودي شامك فيها ربى حمك ساعة والله كنت شامك اختي تروح دو اتو زغوان باش معروفة زغوان النسري اللي عملوه بالنسري صحيتك فيعمل نغسلوا به الماعون صابون لا لا يعمل ريحة يبقى يعمل جافيل شنيا ما ناخذوا منها دواء منين ناخذوا الدواء فارماسي نمشيو للمطار نهزوا معانا صحيتك نشيحوا به شعرنا كسكسي ومعاه كاس ما بنوا رايب صحيت لا لا ارفعي نحطوها هكا نغداها لوبين من بعد لوبين شوينغام صحيت سبعة ناخذوا تونس حمامات تسمى هذيك ثنية صحيت بن علي وين موجود تو بن علي صحيت ازرب زيد يحطوا فيه يطيبوا فيه كل الحم هذيك الحم تحت بالحم الحم يطيبوا فيها في الصحراء يطيبوا فيها الحم يشطحوا بها هكا نساء قلنا صحيت تسعة تسعة كعبة أخرى تسعة ليه وفيه ليه 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 هو حبة الحماح شكون كتبها؟ فين الوقت سي بون فين الوقت؟ أبو القاسم الشيبي ماهوش أبو القاسم الشيبي ماهوش أبو القاسم الشيبي صبغ عليه ممدوح هذا باه تسعة إجابات صحيحة عندك حظوظك كاملة الحمدية يا ربي أعرف شكون تختار تنجم من هنا ولا من هنا مين تحب أنت؟ خولة سليمان خولة سليماني هاي خولة تصفيق على خولة هاي 10 إجابات صحيحة دونك مليدي عندك نستناو ونرجع لبلاصتي عاد 10 إجابات صحيحة 3 2 1 فما كعك وفما بقلاوه صحيح عنده صنبة في سنتر فيل ابن خلدون نحطوها نشدوها على الشتاء صحابة نعملوا بها رجل كبار عرفت يبداو يسميوه في اسامي الله الحسنى اسماء الله الحسنى سبحة سبحة صحيح يقصوا به ذوافر كوبونغ نحطوا فيه عصفور قفص نعم نحطوا فيه تليفون باتخي كتيح شارجور باهي بعلوش نحل باهي علوش باهي بزربه باش تمشي للسبيطار شنو في الليل قسم شنو ارجونس صحيح نصبغوا بها هذا حاجه نعمل بها نهزوها في البحر حطوها على البحر على الشمس باهي ونصبغوا بها الشعر شنو اسمها؟ بالفرنسي نصبغوا بها الشعر نصبغوا بها شعر تعطيني بعضها قول بس هكا هو هذيك هي الاخرى نصبغوا بها شعر فيزا صحيح 10 10 اجابات باهي وشحنتي العظيم الغالي ربو زينك باهي باش نرجع للفار فما مظلة كلمة مظلة قلت صحابة قالك صحابة قلت له إيه ما أنت مكتوبة عندك مظلة دونك تسعة إجابات لي هو عشرة إجابات للأخت ألفة ألفة اللي ربحت العمرة برافو صديقي إن شاء الله فرصة أخرى نحب تصفيقة كبيرة برشا ليه يعطيك الصحة يا غايث إن شاء الله فرصة أخرى غايثون يا غالي ميرسي عايش التصفيق على غايث للا إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله ربي يفضلك الوالدة إن شاء الله ألف مبروك فوالا إن شاء الله ألف مبروك صح عليكم بصراحة السادة المشاهدين اللي عندكم تونيزي بوكينج تهدي لكم عمرة كل ليلة دونك عمرة يا ربي إن شاء الله تهديوها للغالي والعزيز عليكم وصح عليه اللي يمشي النجم يمشي العمره في العشرة الاواخر هذاك علاش مع تونيزي بوكينج تنجم انت تهدي الوالد ولا الوالده عمره في العشرة الاواخر راهو سوم ممتاز برشا وخاصه انه تسهيلات فما في الدفع دونك تنجم تخلص على ستة مرات كامله تنجم مثلا تعطي 30% من الاول والباقي تنجم تكمله على خمسة اشهر وخاصه يا جماعه فانه السكن في بلاصه ممتازه سكن مريح في نزل اربع نجوم وتنجم تخلص كما قلت في العقل دونك حاجه ممتازه ود الوالده ود الوالد ان شاء الله ربي يفضلهم لك دونك عمره في الشهر الفضيل في العشر الاواخر ان شاء الله ربي يكتب لنا الحسنات نتاعها كل امين يا ربي امين كان تسكن في نابل تسكن في سوسه ولا تسكن في صفاقس دونك الكار تجي خويا تهزك من البلايصه اللي تسكن فيها تهزك المطار تمشي تأدي مناسك العمره نتاعك من بعد تعاود ترجع لتونس الكار تروح بك للدار فوالا تعاود توصلك خويا من جديد للدار دونك حاجه ممتازه على الاخر ونقول يا ربي ان شاء الله يتقبل منا ويعطيهم الصحه تونيزي بوكينج اللي عامل لكم احسن الاسواق اللي تنجموا تلقاوها في عمره دونك بالرسمي امباتابل لوفر نتاع تونيزي بوكينج والتصفيق على تونيزي بوكينج يعطيهم الصحه مازال واللوفر نتاع اللوفر الاخراني اللي موجوده دونك يتخلص كاش
عندك 300 دينار ولا 300 دينار ناقصين دونك تخلص كاش عندك 300 دينار يتنحاو ولمزيد من المعلومات عندكم 27 اجونس موجوده على كامل تراب الجمهوريه سينا موجود على ذمتكم الرقم 71 124 حافظين كل شيء بدون فائض ولا أرباح بنكية إحاطة رعاية وأرقى الخدمات عمرة رمضان مع تونيزي بوكينج معتمرين أمانة فيها جيت زاير زاير 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 صحش لبيتكم يا جماعة مرة أخرى مرحبا مرحبا سهرية ممتازة معاكم ونذكركم بتنجموا تربحوا دار آخر شهر الفضيل راهو مهم برشا كان الكاري أخي العزيز راك فديت من الكري علاش تدفع في فلوس الكري وقت تنجم بس اماس تعيش بلاش جرب حظك تبعث دي بالاس اماس على 85-811 أخطاك من الكري يزي من الكري محلك خويا دار دارك دونك إن شاء الله يا ربي تكون لكم انتوما دي على 85-811 راجعين بعد الشهر Nothing can stop me, I'm all away.